توجد بطارية حقاً؟ حبيبتي؟ ها؟ ما الذي حدث؟ لا توجد بطارية. آسفة يا حبيبتي، ما رأيك في هذا؟ المرح قادم بواسطة الورق المقوى، مع الوضع الدقيق يمكنك صنع أي شيء تقريبا باستخدامه. هترين؟ هذا مثالي. الآن اجمعي كل الأجزاء معا ونثبت كل الأجزاء بهذا الخيط. قد يكون هذا الجزء صعبا قليلا، لكننا نجحنا، وأنت اللاعبة النجمة أيضا. هل ترغبين في اللعب؟ لا أفهم. شاهدي فحسب. أزرار التحكم هنا، أترين؟ هاو، دعيني أجرب. اسمع، لدي أمك في مكالمة. أنا آسفة جدا. الدمى المحشوة الطائرة آتية للإنقاذ. توقفي عن هذا، المكان أشبه بنفق هنا. تساءل ما الذي يفعله هذا؟ ومن ثم أين ذهبا؟ لا أفهم. حسناً، بالطبع لدي عمل، علي أن أعمل. كما تريدين. مهلاً، ماذا تأكلين؟ أعطيني ذلك. أمي. مهلاً يا عزيزتي. ما هذا؟ تعالي وانظري. حسناً. منزل. هل تودين لولوس؟ إنه شخص صغير من مقرمشات الجبن. إنه مشغول جداً. حسناً، حان وقت العودة إلى العمل. مرحباً، سوني، شاهدي هذا. واو، أنت موهوب جداً. أوبس، لقد ألمني هذا. مهلاً، مشبك شعري، لقد كسرته. كان مشبكي المفضل. أنا آسف جداً. ماذا تفعل الآن؟ سأجعله أفضل. كل ما أحتاج إليه هو شريط النانو اللاصق. سأضع المحقنة في المنتصف، ثم سألف الشريط اللاصق عليها. سأضغط عليه حول المحقنة. علي التأكد من أنه مغلق بإحكام. والآن سأسخن. هذا هو الجزء الممتع. سأحقن الراتنج. أريد أن أصنع فقاعة. يبدو ذلك جيداً، لكن ما زال لدي الكثير لفعله. سأضيف بعض بتلات الزهور. سأفعل هذا في كل الاتجاهات. هذه هي الأخيرة. ها هو مشبك شعر جميل. هذا لك يا صاني. ما هذا؟ أنا لا أصدق هذا. إنه جميل. هذا لطيف جدا منك يا أليك. أحاول التركيز. علي تعلم هذا. معدتي تقرقر. أحتاج إلى شيء أتناوله. لكن لا بأس، لدي بعض الوجبات الخفيفة في حقيبتي. حلوة لذيذة. أحب الديدان الغلامية. إنها غضة ومطاطية. لذيذة. هل يمكنني الحصول على واحدة؟ أرجوكي. حسناً، تفضلي. أجل، إنها لذيذة. إنها مذهلة. حسناً، أعتقد أنها تحب الحلوى. لحسن الحظ، لدي المزيد. سأتذوق هذا الفشار. يبدو لذيذاً. لقد استمتعت بهذه الحلوى. هل يمكنني تذوق الفشار؟ هيا، سيكون هذا ممتعاً. خذيه فحسب. أنت الأروع. سيعجبك هذا. هل أنهيتي بالفعل؟ هل تمضغين طعامك حتى؟ أعمل أنها لا تحب رقائق البطاطس. الرقائق هي المفضلة لدي. هل يمكنني أن أتذوقها؟ هل تمازحينني؟ أعطيني. لذيذة جدا. لن أسمح بهذا. لدي فكرة. مهلاً، هل هذا الرجل العنكبوت؟ سأضع الرقائق في غطاء رأس ماني. علي الإسراء. سأقص قلبا من هذا الورق المقوى، وسأرسم الآن خطا على الجزء السفلي. يجب أن يكون مستقيما. ثم سأرسم المزيد من الخطوط. ثم سألصق دائرة كبيرة صفراء في المنتصف. ثم سأضع دوائر أصغر على قطعة الورق المقوى. يمكنني قلبها الآن. سألصق قطعة من البلاستيك على القلب. سأتأكد من أنها مسطحة. ثم سأطوي جانبا واحدا من قطعة الورق المقوى. سأمرر إصبع الغراء عليها. الآن يمكنني لصق الجانب الآخر به. سأضغط عليه. يبدو وكأنه كيس رقائق بطاطس. لن ينتهي عملي بعد. سأخذ قطعة من الورق المقوى الأصفر وسأرسم أشكالا بيضاوية علي. سأقصها. سأتتبع الخطوط فحسب. سأحتاج إلى الكثير منها. سأضعها في الكيس. ماندي، انظري ماذا لدي. هل هذه لي؟ واو، إنه يوم حظي. يسيل لعابي. لحظة، هذه نكهة غريبة. هذه ليست رقائق.
لم أكن أعتقد أنك ستأكلينها. على الأقل لن تجد الرقائق الحقيقية. لذيذ، لكن انتهيت. سألقيه في القمامة. سأرحل من هنا. هل يذهب إلى الصف؟ لا أريد أن أتأخر. واو! النجدة! النجدة! يا للهول! ميداليتي! لا! لماذا؟ لم حدث هذا؟ ربما لا تزال سليمة؟ أستطيع أن أفعل هذا؟ يو! ما هذا؟ هذا أسوأ شيء! أعتقد أنني فقدت ميداليتي! مهلاً! لدي فكرة! ربما يمكنني استخدام هذا الشريط! يستحق الأمر التجربة! لكن علي أن أجعله جميلاً! سأضيف ملصقاً على شكل قلب حب! ثم سأطوي الشريط على نفسه! أريد أن أصنع حلقة! سأضيف قطعة صغيرة من الشريط على الجزء العلوي! سألصقها جيداً! ثم سألصق الأطراف السفلية معاً! أريد أن أصنع جيباً! حسناً! أحتاج الآن المزيد من الشريط! سأطوي هذا بالأعلى! وسأفعل الشيء نفسه في الطرف السفلي! أريد أن يكون محكماً! أنا سعيدة بهذا! لكن تبقى شيء واحد لأفعله! علي تحويله إلى ميدالية! سأوصل هذا بالشريط! إنها مثالية! سأضعها في مكان مميز على حقيبتي! إنها أفضل مما تخيلت! إلى شريط نانو لاصق! يبدو هذا الحجم مناسباً! لقد قصصت أيضاً 4 شرائط رفيعة! سأجمعها معاً! أريد أن أصنع صندوقاً! ثم سأمدد المزيد من الشريط! سأضع هذا على الصندوق! سأضغط عليه للأسفل! ثم سأرش الجلاتر عليه! وسأضع المزيد من الشريط عليه! سأحتاج إلى صندوق ثاني! لقد صنعت ألبوم صور صغير! إنه يحتوي على جميع لحظاتنا اللطيفة! سأضع هذا على أحد الصناديق! ثم سأضع الصندوق الآخر بالأعلى! علي إغلاق الأطراف بإحكام فحسب! سيعمل هذا كمفصل! هكذا تماماً! الأمر بهذه السهولة! الآن سأضيف اللمسات الأخيرة! لقد تأثرت بجماله! وعدت نفسي أنني لن أبكي! لقد ضبطت منبهي! حان وقت النوم! أشعر كأنني نسيت شيئاً ما! لكن ماذا؟ مهلا لحظة! نسيت الامتحان! يا للهول! هذا سيء! علي المذاكرة! أمل أنني لم أتأخر كثيراً! حسناً! يمكنني فعل هذا! علي مذاكرة ترم كامل فحسب! كم يمكن أن يكون الأمر صعباً! أنا متعبة جداً! لكن يجب أن أستمر! إنك تذاكرين باجتهاد، أليس كذلك؟ لقد جلبت لك بعض الوجبات الخفيفة. أوه، أنت الأروع. أنا أعرف. ما هذا؟ أحتاج لتعلم هذا. مصباحك يومض. لابد أنه يعاني من خلل ما. والآن تعطل بالكامل. هذا ليس جيداً. أمل أنك لا تخافين من الظلام. مهلاً، لدي فكرة. أجل، هيا. سأرسم قلوباً على كوب ورقي، ثم سأقصها. سأضع قرصاً من الورق المقوى فوق حافة الكوب، وسأدفع عصاً خشبية عبره. أحتاج إلى الكثير من أقراص الورق المقوى. سأكدسها معاً، وسأصنع فيها ثقباً وفي الكوب. والآن سأمرر شريط الأضواء عبر الكوب. سأدفع العصا الخشبية عبر أقراص الورق المقوى. أو ماندي، سيساعدك هذا في الدراسة. واو، هذا ما أحتاجه تماماً. إنه رائع. بالتوفيق يا عزيزتي، يمكنك النجاح. مرحبا، كيف الحال؟ يا للهول، سكبت قهوتي. المعذرة، أحتاج بعض المساعدة. هل يمكنك تنظيف هذه البقعة من فضلك؟ تنظيفها أنا؟ حسنا، سأمسحها بحذائي. هذا سيفي بالغرض. أظن أن مهمتي انتهت هنا. حقا؟ من دخل الغرفة؟ إنها صديقتي! أجل، هذه أنا! وانظري ماذا أحضرت معي! أبعدي هذه الممسحة عن وجهي! لن أضع ممسحة على وجهك! انظري، إنها حلوة! أنت محقة! هل ترين هذه اللافتة؟ ممنوع الأكل والشرب! لا، هذه الممرضة تصادر كل الوجبات الخفيفة! يا لها من لئيمة! تأخذ كل المأكولات الطيبة من الفتاة المسكينة! لحظة! خطرت لي فكرة! حسناً يا تويكس، ستأتي معي إلى المستشفى! سأدس الحلوى في جبيرة الرقبة! يمكنني وضع بضع حبات هنا! حسناً، لا مساحة للمزيد! يجب أن أتظاهر بأنني مصابة! هل تحملين معك أي طعام أو شراب؟ على الإطلاق، مستحيل! بعد إذنك، سأدخل جناح غرفتي! نجحت خطتي! أنا عبقرية! سأتناول حلوى إم أند إمز كمكافأة لي! سيكون هذا ممتعاً!
لأن البالون ممتلئ بالنشا. انظروا إليهم، تفضلي. ها؟ هاو، رفاقي البالونات الصغار، شكراً. استمتعي بوقتك. سأعد هذه الوجبة بطريقتي. لنضف نجم العرض، هل يوجد ما هو أفضل من الكاتشب؟ بيبيروني إضافية بالطابع، لنضف الكثير. لذيذ، تبدو جيدة جداً. الآن لنضف بعض التوابل. هل أعدت بيتزا؟ يمكنني فعل ذلك، لكنني أفضل الشطائر أكثر. هاو أجل. لذيذ، أريد البيبيروني. علي وضع بعض الكاتشب. وبهذه السهولة أصبحت جاهزة. يا إلهي، لم عطست؟ يجب أن أنهي تسجيل استلام هذه الفيتامينات. أوه، يبدو أني أحتاج للمزيد. إنه وقت تسلل النينجا. ما رأيك بهذه الفيتامينات؟ أنا أمزح، إنها حلوة. هدبت بعض حلوى الجيلي ثم سكبتها في شريط بلاستيكي. حرصت على عدم سكب أي قطرة، وبعد ملئها استخدمت القصدير لتغليف الشريط. ممتاز، لا تبدو مثل حلوى على الإطلاق. حان وقت التبديل السريع. ممتاز، سأختفي الآن. ها هو؟ هل هذا كل شيء؟ أظن ذلك. مرحباً، أحضرت لك شيئاً. ماذا؟ المزيد من الفيتامينات؟ هيا، يجب أن تتناوليها الآن. تفضلي، تناوليها. هل طعمها مر؟ لا يهم، يجب أن تأخذيها لتتحسن صحتك. حسناً. أوه، إنها حلوة. أريد المزيد من الفيتامينات. حسناً، يبدو أنك تريدين أن تتحسن صحتك بسرعة. أوف، طعام المستشفى هو الأسوأ. ربما سيساعدني أصدقائي. ألو؟ مستحيل، لا يمكنك أكل هذا الطعام. لا تقلقي، اعتمدي علي. حسناً، حضرت الوجبات الخفيفة. لا، ممرضة. الأكل والشرب ممنوع، ها؟ يبدو أن هذا هو الحل. حسناً، أنا قادمة. أوه، من الجيد أنني ماهرة في القفز. وصلت فتحات التهوية. ها هي، إنها تنظر بحزن إلى السلطة. لننجز مهمة الإنقاذ. تسالي هابطة من السقف. ها؟ ماذا؟ أو تسالي. رائع، أنت بطلة المنقذة. أوه حسناً، لقد فهمت. انتبهوا جيداً أيها الطلاب، هذه مسألة صعبة، لكنني سأحلها مرة واحدة. حسناً، الآن دورك. هيا يا ماندي. أنا دعيني أفكر. الإجابة هي 4. ارفعي صوتك. 4. قوليها مجدداً. لا أستطيع سماعك. حقاً، قلت 4. 4. لا، ما زلت لا أسمع. هذه هي المرة الأخيرة. 4. 4. 4. لا، أنا لا أستطيع سماعك. أنت هادئة للغاية. 4. ماذا؟ هذا مزعج للغاية. آسفة، سمعي ضعيف قليلاً. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. مهلاً، لدي فكرة. من الأفضل أن أبدأ العمل. سأصنع إطاراً من قطعة من الورق المقوى. هذا مثالي. سأضع بلاستيك أبيض تحته وسأقصه الآن. حان الوقت لتزيينه. هذان المثلثان سيكونان الأذنين. بعد ذلك سأحتاج إلى قلم أسود. سأرسم عينين. الآن سأضيف أنفاً صغيراً ولطيفاً، ثم سأضيف بعض الشوارب. يمكنني الآن إضافة بعض التفاصيل الصغيرة. حسناً، سيفي هذا بالغرض. لنجرب هذا مجدداً. يجب أن ينجح هذا. سأرسم رقم 4 على البلاستيك. الإجابة هي 4. صحيح، لماذا لم تقوليها؟ يجب أن أظل دافئة. جميل. هل أنت متأكدة من أنك بحاجة إلى كل هذا؟ الجو دافئ. سأذهب في نزهة سيران. حقاً؟ بهذه الملابس؟ ها؟ إنه منتصف يونيو. وماذا بعد؟ لا يا عزيزتي، الجو حار جداً. أم ليس كذلك؟ علينا صنع ثلجنا بأنفسنا باستخدام نشا الذرة وبعض الماء.
والآن اخلطوهما معاً. حسناً، شاهدي هذا. رائع، انظروا إليه، إنه صلب ثم يذوب مثل الثلج الحقيقي تماماً. كنت أعرف أن هذا سيعجبك. أهلاً، لدي فكرة. سأقص سحابة من قطعة من الورق المقوى، ثم سألصق العيون والفم عليها. سأضع الغراء حول الحواف وسألصق الفم عليه. سأحتاج أيضاً إلى سحاب. وهكذا حصلت على دفتر لطيف، لكنه يحمل سراً لذيذاً. إنه قوس مطر للحلوى. هذا أفضل كثيراً. لن تعرف المعلمة أبداً. ماندي، ماذا تفعلين؟ لا شيء. حسناً، لا تفسدي وقت تناول دقائق. لدي فكرة، أعطيني ذلك. مرحباً، أنا بحاجة إلى المساعدة، والآن سأنتظر. أليكس، انظر بسرعة، عليك رؤية هذا. إنها لقد تأخرت. ما الخطأ الذي ارتكبته؟ علي أن أستخدم أسلوباً بسيطاً. سأكتب له رسالة حب، لن يتمكن من تجاهل هذا. أيمكن ذلك؟ أعتقد أنني سأكتشف ذلك قريباً. سألفها ثم سأضعها في قطعة من شريط النانو اللاصق. سألف الشريط حول الملاحظة، لكني لا أريد أن أغلقه. سأصنع جيباً صغيراً وسأضع الجلاتر فيه، ثم سأضع شفاطة في الداخل. سأغلق الشريط الآن. سأدفئه سريعاً بمجفف الشعر، ينبغي أن يفي هذا بالغرض. والآن سأنفخ في الشفاطة. أحتاج إلى نفخ الشريط، إنه يشبه البالون تماماً. هذا ممتع جداً، لقد انتهيت من هذا. أليكس، أمسك. ها؟ من أين جاء هذا؟ ما الذي يحدث؟ انظر في الداخل، يوجد شيء في الداخل. هذا رائع جداً، إنها رسالة. هذه هي اللحظة الحاسمة. أنا مرتبك جداً، أنا معجبة بك. مهلاً، حقاً، لم أكن أعرف. أبادلك الشعور. مرحباً، أنا هنا لرؤية صديقتي بمناسبة عيد ميلادها. لن تدخلي مع هذه الكيكة، يمنع إدخال الأكل. هيا أعطني إياها، لكنها لصديقتي. أو لا، البالونات. هذه المستشفى سيئة. عيد ميلاد سعيد. واو، ما أروع هذه المفاجأة. أتيت للاحتفال معك. هربت لك بعض الحلويات، لذيذة. انظري، على سواري حبات سكيتلز. سأعطيك سواراً كاملاً. واو، كم أنت ذكية. أنا أشتهي الحلويات بشدة هنا. أجل، طعام المستشفى فظيع. مهلاً، خطرت لي فكرة. سأكون أول من يكتب على جبيرتك. أصبحت جبيرتك جميلة. مرحة، كم هذا رائع. عيد الحب، أهو اليوم. غطي عينيك. أنا أحب المفاجآت. هذا سيء، سيء جداً. علي الإسراع. تحب صاني زهور، ستفي هذه بالغرض. كان هذا سهلاً. صاني، لن يكفي هذا. أمهليني لحظة. هذا مرهق. سأحضر لها شيئاً حلواً. تبدو هذه لذيذة. أنا في الطريق إليك يا صاني. حسناً، أنا مستعد. يمكنك النظر الآن. أعتقد أن هذا سيعجبك. أنت الأروع. أعرف ذلك. كانت أمي مخطئة بشأنك. لا بأس. ولدي شيء لك، لقد صنعته خصيصاً لك. إنه رمز لحبي، تفضل. لم يكن عليك تكبد العناء، هذا رائع. إنها صور لنا، كيف فعلت هذا؟ شاهدي هذه النتيجة المرتفعة. لعبة أخرى عديمة الفائدة؟ تفضلي، لما لا تقرأين كتاباً؟ لا أعرف. أنا أحب النحل بالفعل. يمكنني استخدام هذه الورقة أيضاً. واو، يا إلهي، لا تدمر الكتب. والآن ماذا كنت أفعل؟ منعطف هذا آخر. إليك لعبة أخرى، إنها أفضل كثيراً لاكتساب البراعة في استخدام اليدين. هذا ممتع. لكن هاتفي. لا أستطيع لعب الألعاب على هذا الشيء. الهاتف إذن. حقاً، ما رأيك في السيدة الدجاجة؟ مهلاً، إنها ترتدي قبعة. شكراً لك. يمكنها أن تجلس هنا بجانبي. الآن أدي رقصة الدجاجة. إنها تضع البيض، أترين؟ افعلي ذلك مجدداً. هيا، ضعي واحدة أخرى.
إنها لا تعمل، أكرهها. أولاً علينا تتبع شكل اليد، علينا إبقاء الإبهام مرفوعاً هكذا، والآن سنغلق الفجوة وسأضيف الآن التفاصيل الإضافية مثل الألوان. شاهدوا هذا، هنا جاهزة للقص. عليكم اتباع الخطوط السوداء فحسب وترفقوا عند المنحنيات. ها هي، أترون تلك الورقة الإضافية خلفها؟ تزداد الأمور إثارة هنا. هل أنتم مستعدون؟ سنلصق هذه الدجاجة بالأعلى. انتهيت. ما هذا؟ إنها دجاجة. أترين؟ ها هي بيضاتها. مستحيل، هل يمكنني أن أجربها؟ إنها لك. ها هي آتية. إن الوقت لتغيير هذا الحظ، وأولا سنضيف العسل. جيد، سيكون هذا كافيا. الآن سأضيف كوبا من الماء. الخطوة التالية، بعض الجيلاتين النقي، ثم سأقلب هذا جيدا. جميل، هل تذكرون المعكرونة؟ سأضعها بحيث تمر لأسفل المزيج. ها أنا ذا، كدت أنتهي. تبدو كأنها خلية نحل. أترون؟ جميل جدا. أتحب ذلك أيها النحل الصغير؟ لقد استخدمنا العسل الطبيعي. ماندي، عيد ميلاد سعيد. أوه، هل فعلتي هذا لأجلي؟ يا لها من مفاجأة جميلة. لدي شيء لك، أمل أن تعجبك. أوه، هذا مثير للغاية. أتوقني فتحها. واو، هل أحضرت لي ساعة؟ هذا رائع، لا أصدق هذا. هل يمكنك مساعدتي؟ ها هي. لست متأكدة من هذا، لا أعتقد أنها تناسب ذوقي. حسناً، هل أعجبتك؟ أجل، بالطبع. حسناً، آسفة يا مالي، لم تعجبك؟ إنها ليست وردية بما يكفي. أوه، لم أفكر في ذلك. لقد أفسدت عيد ميلادك. أهلا، لحظة، يمكنني استخدام هذا الصندوق. شاهدي هذا، ما رأيك؟ هذا أفضل، إنها جميلة وأنيقة. سأقص قطعة الورق المقوى إلى نصفين. الآن أحتاج إلى الغراء، سأضعه حول الحافة. لدي قطعة من الورق المقوى المسمن، سأضغط على الغراء. سأطوي الحوافة لصنع صندوق. لقد لففت الورق حول عصا خشبي، سأضع هذا داخل الصندوق. لقد قطعت فتحة في الورق المقوى، سيكون هذا هو أعلى الصندوق. سأسحب الورقة من خلال الفتحة ثم سأرسم عليها، وهكذا انتهيت. مولي، شاهدي هذا، إنها رسومات مصورة لهالو كيتي. إنها رائعة، أليس كذلك؟ ماذا؟ من أين حصلتي على ذلك؟ أتمنى لو حصلت عليها. لا يوجد سوى حل واحد، سأبادلك إياها. تعرفين ما أريد؟ أوه، الأمر يستحق. إنها ناعمة وجميلة. أشعر بملل شديد، لا يمكن أن تكوني جادة. هذا هو الصف الأمتع. يا مولي، هناك شيء خلف أذنك. ماذا؟ أو من أين جاءت؟ هل أنت ساحرة؟ ربما. أوه، رائع جدا. يعطيني هذا فكرة، سأحتاج إلى الكثير من الورق المقوى وبعض النوابض. الآن أستطيع صنع صندوق. بدأ الشخص يكتمل. أجل، ينبغي أن يفي هذا الغرض. ماندي، عليك رؤية هذا. ها؟ ما هو؟ أوه، هل سمعتي هذا؟ لم تشاهدي أفضل جزء بعد. انظري، إنه يأكل العملة. إنه جيد جدا، أليس كذلك؟ أبدأ العمل. سأحتاج إلى قطعة من شريط النانو اللاصق، سأقصد الطباشير عليها. سيفي هذا بالغرض، والآن سأضع شفاطة على الشريط. سألصق حواف الشريط معاً هكذا، والآن أحتاج إلى مقص. سأقص الشريط الزائد ثم سأسخنه. سيغلق هذا بإحكام. الآن سأنفخ في الشفاطة وسينتفخ الشريط.
ثم سأزينه. سأرسم وجهاً على الشريط وسأضيف شوارب. يبدو هذا رائعاً. يجدر بي أن أكون فناناً. إنها كرة للتخلص من التوتر. ساني، توقفي عن فعل هذا. أنا آسفة جداً. جربي هذا. واو، هذا بالضبط ما أحتاج إليه. يمكنني أن أشعر بالتوتر يتلاشى. شكراً. أنا أحاول المساعدة فحسب. لقد انتهيت. أراك تعيرني المدرسة بالجوع. أحتاج إلى وجبة خفيفة لذيذة. ما هذا؟ مثلجات؟ تعرفين القواعد؟ أو كنت أعتقد أن ذلك الملصق ساخر. لا تفعلي ذلك يا صاني. ليس لدي أي خيار. انظر إلى اللافتة. ربما أستطيع المساعدة. أحتاج إلى قطعة من شريط النانو اللاصق. سأطويها. سأحتاج إلى الراتنج الأزرق. وسأتأكد من أنها محكمة الغلق. يبدو هذا صائباً. سأدفئها برفق. إنها جاهزة للاستخدام. وسأضع الراتنج الآن. أريد أن أنفخ الشريط. هاو، هذا رائع. لقد صنعت مخروط وافل من الورق المقوى. يبدو مثل المثلجات. لنضيف المزيد من النكهات. إنها طرية جدا. هاو، مستحيل. هل هذا لي؟ هذا مدهش. أريد أن أضغط عليها. يعطيني هذا شعورا جيدا. هذا ما أحتاج إليه تماما. شكرا يا أليكس.